غثيان الصباحي. تعتقد العديد من النساء أن الحمل بولد تعني قلة الإصابة بغثيان الصباحي على عكس الحمل ببنت، فالحمل ببنت يعني ارتفاع في مستوى الهرمونات مما يشجع عملية الغثيان. وفي الحقيقة يختلف غثيان الصباح من حامل لأخرى، حيث وجد أن النساء اللاتي تعانين من غثيان الصباح بشكل كبير أثناء الحمل تكون فرص إنجابهن للإناث أكبر، لكن لم يتم بعد تأكيد وتدعيم هذه النتيجة. مشكلات البشرة. تدور الأسطورة في هذا السياق بأن الحمل ببنت سيقلل من جمالك، فهي تسرق هذا الجمال لها، في حين أن الحمل بولد لن يسبب ظهور حب الشباب والبثور على بشرتك. ويقال أن المرأة الحاملة بولد قد تعاني من ظهور الهالات السوداء تحت عينيها بشكل أكبر من المرأة الحامل ببنت. بالطبع هذا الأمر لم يتم إثباته علمياً. عدد نبضات القلب. قد تكون هذه الخرافة الأكثر شيوعاً بين النساء الحوامل، حيث يعتقدن أنه في حال كان نبض قلب الطفل حوالي 140 نبضة بالدقيقة يعني أنه ذكر، أما إن كان أعلى من ذلك فالمولود عبارة عن أنثى. وبالطبع هذه المعلومة عبارة عن خرافة ليس أكثر. ارتفاع البطن. إذ يعتقدون أن ارتفاع البطن لأعلى يعني أنك حامل ببنت، في حين أن ارتفاعه للأسفل يشير بأنك حامل بولد. وفي أحيان أخرى يعتقد البعض أن شكل البطن الدائري والمكور يعني أن الجنين في داخلك ولد، أما البطن المسطح أكثر يكون دليلاً على حملك بأنثى. حتى الآن لم يتمكن العلم من تأكيد هذه المعلومات. لون البول. قد تكون هذه المعلومة غريبة إلا أنها منتشرة بين فئة من النساء، فهن يعتقدن أن لون البول الغامق دليلاً على الحمل بولد، أما البول الفاتح فهو يشير على الحمل ببنت. وفي الحقيقة لم يتم إثبات هذا الأمر أيضاً. زيادة طول شعر الرأس والجسم. تقول الأسطورة إن الحمل بولد يزيد من طول الشعر وبريقه، أما الحمل ببنت فسوف يتسبب بضعف الشعر وبهتانه. وفي الحقيقة فإن شعر المرأة الحامل في حال كانت تغذيتها سليمة فإن شعرها سيزداد طولاً ولمعاناً. اختلاف في حجم الثدي. تقول الأسطورة إن المرأة التي تحمل بولد يكبر ثديها الأيمن أكثر من الأيسر، ولكن في الحقيقة فإن تغير حجم الثديين طبيعي ويعتمد على طبيعة جسم الأم وليس على جنس المولود. الخط الأسود تحت السرة. تدور الأسطورة حول الخط الأسود أسفل سرة المرأة، فالحامل بولد يكون الخط تحت سرتها أغمق وأكثر سواداً، وهذا بطبيعة الحال ليس صحيحاً، والمثير للاهتمام هو أن هذا الخط ليس معروف الأسباب في الحقيقة.